حوالي 40 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في غارات جوية روسية على مواقع يسيطر عليها التنظيم في دير الزور شرقية سوريا. في المقابل أسقط عناصر التنظيم طائرة حربية لقوات النظام السوري. وبسبب الضربة الجوية لقوات التحالف الدولي ضد المواقع التي تسيطر عليها قوات النظام السوري شرقية سوريا، يهدد تصاعد حدة التوتر بين موسكو وواشنطن لاتفاق الهدنة في سوريا بعد حوالي أسبوع من بدء سريانه. ويقول عميد في الجيش الروسي: نعتبر أن مثل هذا الحادث الذي أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا لم يقع إلا بسبب عدم فهم قيادة التحالف للوضع وبسبب رفض الجانب الأمريكي التنسيق مع العمليات الروسية ضد المجموعات الإرهابية في سوريا، ونحن ننتظر الآن توضيحات. وكانت قوات النظام السوري تخوض معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قرب مطار دير الزور، عندما شنت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن غارات جوية على المنطقة وقتلت حوالي 80 عنصرا من قوات نظام دمشق.